دكتور عصام اسمح لي برضو أسأل حضرتك نفس السؤال. الأيام اللي فاتت شهدت تغطية إعلامية، سواء يعني حوارات تلفزيونية أو مقالات أو منشطات صحف أو يعني عمل صحفي في مطلقه، كيف تابعت هذا الأمر من الناحية الأكاديمية؟ وأنا بنضم للدكتور حسن في شكر الهيئة الوطنية للانتخابات، للحقيقة المرة دي كانت مختلفة تماما في تقديم العون للصحفيين وتيسير عملهم، كانت نقطة مهمة جدا. يعني من أول يوم اتصلوا وطلبوا التعاون، وبالفعل حصل لأول مرة نعمل حركة نقاشية مشتركة بين الهيئة الوطنية للصحافة اللي مسؤول عن الصحافة القومية وبين الهيئة الوطنية للانتخابات. وجي السادة أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارين والتقوا بالصحفيين، عددهم 350 صحفي، التقوا معهم فعلا وفتحوا معهم حوارات حول التغطية الانتخابية وكيف تكون بشكل قانوني. وبالفعل تم الاستماع أيضا لكافة المشاكل اللي طرحها الصحفيين حوالين التعاون في عملية التغطية. وبالفعل يعني كان لقاء ناجح جدا، وترتب عليه أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت الكرنيهات الخاصة بالتصريح لكل الصحفيين اللي طلبوها، وتم توزيعها عليهم مبكرا بيسهل عليهم التواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للانتخابات. أيضا حصل تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة العامة للاستعلامات، لأن برضو إن وفرت 680 تصريح لصحفيين أجانب، ده غير الصحف الخاصة والصحف الحزبية. فالحقيقة ده يذكر ويذكر للهيئة الوطنية للانتخابات إنها تعاونت تماما مع كل المراسلين وكل الصحفيين وسيرة عملهم، فدي إيجابية تاريخية داخلة في كيف نرتب لتنظيم الانتخابات من خلال هيئة مسؤولة أمام العالم كله. صحيح. في كانت نقطة إيجابية لابد من التأكيد عليها. الحقيقة الهيئة الوطنية للصحافة أصدرت مدونة سلوك خاصة بالصحف القومية، وتم مناقشة هذه المدونة في اللقاء اللي حصل على مرتين، مرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومرة معهم بشكل مستقل، وتم طرح المدونة وتم مناقشتها مع الصحفيين حتى تكون عملية التغطية مهنيا واضحة جدا، بحيث أي مشكلة تكون توضحها عشان ما يتكررش أي خطأ أو أي مسؤولية يرجع بتقول أنا ما كنتش أعرف هذه المعلومة. الحقيقة كانت التغطية جيدة، ما كانش في أي عقبة واجهت الصحفيين، ما كانش في أي شكوى على الإطلاق في عملية التغطية، ودي نتيجة التعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للانتخابات. أيضا السلبيات بكل أسف الحمد لله يعني ما كانش في خطأ على الإطلاق، أو كلها كانت إيجابيات بالتحديد، أبرزها زي ما أشارت لي الدكتورة هويدا مسألة إن التمهيد اللي عملته الصحافة القومية للشعب المصري بشكل كيفية العملية الانتخابية نفسها. والفعل تم طرح كافة المعلومات الخاصة بعملية الانتخابات، وإن اتنين مرشحين حتى فترة فترات كان في الأول كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لوحده. الصحافة لعبت دور برضه في توضيح إن هذا جائز دستوريا، وإن لو مطلوب كل حكاية 5% من الحاضرين، يعني ما تقلقوش لو حتى كان مرشح واحد ده دور الصحافة الحقيقة تذكر عليه. فوضحت النقطة دي للناس عشان بدأ الناس يضربوا في شرعية الانتخابات يقولوا إزاي هيبقى الرئيس لوحده، وحتى لما ينزل واحد تأكد نفس الكلام، فتم التأكيد على المعلومات الخاصة بالدستور. أيضا تتميز هذه الانتخابات بأن السوشيال ميديا لعبت دور كويس جدا، وهذا كان دور مهم قوي. لذلك عندنا في الصحف القومية تم منذ حوالي 4 أشهر تعيين رؤساء تحرير للبوابات الإلكترونية للصحف القومية. هذه البوابات الإلكترونية تلعب دور رائع. صحيح. في التواصل بالذات مع الشباب، سواء كانت في المواقع الإلكترونية والصحافة الإلكترونية أو السوشيال ميديا. وبالفعل تم طرح كافة المعلومات أول بأول، بحيث ان مثلا بوابة روزا اليوسف انفردت به حوار مع الوفد الامريكي اول ما نزل شبرا قبل ما يروح المنوفيه، والكل يروح يصور هناك وبيرقص وبياكل الفطير، لا اول ما نزل شبرا اتفتح مع حوار واتنقل للشعب كله، وتم التغطيه مع هؤلاء بشكل مباشر. ايضا تم تغطيه متميزه ايضا لروزا اليوسف، بوابه روزا اليوسف الحقيقه كانت خاصه بالقضاه اللي كانوا بيخطوا الانتخابات في سيناء، وخصوصا كان على رأسهم القاضي المعروف القاضي مستشار محجوب، وده ليه شهرة معروفة بسبب القضية بتاعت مرسي. فترتب عليه ان في تغطية كانت على مدى 3 أيام
مع القضاة اللي كانوا في سيناء، وده كان تأكيد ان في قضاة ذهبوا لسيناء كده. شهادتين ايجابيتين لروزا اليوسف عشان بس نقطع كل دي حق الحق. تمام. ايضا اقول ان اهرام اونلاين اللي خاصة باللغة الانجليزية ودي موقع الكتروني مهم جدا. الاهرام اونلاين التي تصدر باللغة الانجليزية، ده موقع الكتروني مهم جدا باللغة الانجليزية، كان بيقوم في نفس الوقت بالتغطية باللغة الانجليزية، وكان متواصل مع المساعدين بتوع الكونجرس وايضا مع مراكز الابحاث الامريكيه، وبعت لهم بي دي اف لكافه التغطيات اللي تمت هنا في مصر، وكان في تواصل يومي على مدى الثلاث ايام. فدي كانت خطوه اول مره تتم، خصوصا ان تم عمل بروتوكول مع وزاره الاتصالات لتدعيم هذا الموقع، بس يتم في تواصل بقى مش فتره الانتخابات بس، تواصل طول الفتره. وبالتالي كان هناك نشاط رائع الكل شارك فيه من قبل الصحفيين. لا هنكمله بالاسماء، احنا بس طبعا